السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، أحييكم وأقدم لكم اختبار الفصل، فصل السابع لاحتمالات ثاني ثانوي مسارات. يقول هنا إذا اختير، لاحظوا، إذا اختيرت النقطة X على AE، هي A وهي A، على AE كان، فجد احتمال أن تقع X على AC. وين AC؟ هذا AC، هذا AC. كم طول AC؟ نجي نقول كم طول AC؟ 5 زائد 3 18. إذن طول AC 18 على الطول كله، هذول 18 وهنا 7 25 و15 40، طول كله بيطلع 40. أن تقع X على CD، لاحظوا CD، هاي CD 15 على الطول كله اللي هو 40. إن شاء الله تكون واضحة. سي دي، هاي سي دي، ورجيكوا إياها، هاي سي دي من هنا لين هنا، طولها 15 والطول كله 40، إذن الإجابة 15 على 40. أما السؤال الأول AC، راح يأخذ AB زائد BC، يعني راح يأخذ 5 و13، فطلع مجموعهم 18 على 40. إن شاء الله يكون واضح الحل. الآن السؤال الثالث، يتألف فريق سباحة من 9 طلاب، ما عدد الطرائق الممكنة لترتيب 9 مسارات متجاورة في بركة السباحة؟ تسع طلاب، بدنا احنا نعيد ترتيبهم على خط مستقيم، فالترتيبات راح تكون 9 ضرب 8 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. المسرب الاول نقدر نحط فيه 9، راح 1 للمسرب. المسرب الثاني نقدر نحط، وهذا نرمز له بالرمز مضروب 9. مضروب 9، طلع رقم كبير شوية، أنا مو حافظه، أحتاج آلة حاسبة. هاخذ لغاية مضروب 7. طب إذن مضروب 9. السؤال الرابع، يحتاج مندوب مبيعات إلى زيارة 4 مدن، ما عدد خطط الرحلات الممكن أن يعدها الزيارة لكل مدينة مرة؟ الآن أمامه 4 مدن، هاي المدينة الأولى، المدينة الثانية، المدينة الثالثة، المدينة الرابعة. بيقرر، يلا أول إشي بده يختار، أول مرة أروح عمين، أمامه 4 طرق، تمام، راح على المدينة الأولى. ثاني بده يروح على مدينة ثانية، كم طريقة أمامه؟ هو راح على وحدة، بقي أمامه 3 4 ضرب 3، يعني بده يروح على المدينة الثالثة، أمامه طريقتين، المدينة الرابعة يبقى أمامه طريقة واحدة، كله على بعضه يساوي 24 طريقة، هو مضروب 4 ويساوي 24.
السؤال الذي يليه، هنا بيقول مثل العينة لكل تجربة مما يأتي باستعمال قائمة المنظمة أو الجدول أو الرسم الشجري. يحوي صندوق 3 كرات أحمر أخضر أزرق، سحبت كرتان واحدة تلو الأخرى دون إرجاع. شو راح يكون ال يلا خلينا نمثلهم باللون بالشجري أولا. الآن السحبة الأولى ممكن أختار أحمر، ممكن تطلع معي جرين، وممكن تطلع معي بلو، تمام؟ في حال طلعت الأولى ريد، الثانية ممكن تطلع جرين وبلو. ليش؟ لأنه ما في حمرة ثانية والسحب بدون إرجاع. وإذا كانت الأولى جرين ممكن الثانية ريد وبلو، وإذا الأولى بلو ممكن الثانية ريد وجرين. إذا النتائج اللي ممكن نحصل عليها هي ريد وجرين، ريد وبلو، جرين وريد، جرين وبلو، بلو وريد، بلو وجرين. هذا التمثيل الشجري. ممكن نعملهم قائمة منظمة زي هذه قائمة اللي بالأحمر، نعيد كتابتها ريد جرين، هي أول إشي ريد بلو، بعدين جرين ريد أو جرين بلو، بعدين بلو ريد أو بلو جرين. هاي بطريقة القائمة المنظمة. طريقة الجدول إن نعملها زي هيك، جرين بلو ريد، جرين بلو ريد. طبعا ما في جرين جرين، ما بتجي، تجي جرين بلو، تجي جرين ريد. في حال بلو تجي بلو جرين، بلو بلو ما بتجي، بلو ريد، ريد جرين، ورد بلو، رد رد ما بتجي. هيك نكون يعني مثلناهم بتمثيل شجري. طبعا انت على الدفتر تقدر ترتبهم بشكل افضل. اراد خليفة ان يأكل شطيرة، وعندما ذهب الى المطعم وجد نوعين، هما بالجبن تشيس او باللحم ميت، فقرر شراء شطيرتين. يلا شو بدنا نساوي فيهم الآن؟ ممكن الثنتين جبن، ممكن الأولى جبن والثانية لحم، ممكن الأولى لحم والثانية جبن، ممكن الثنتين لحم، الأولى والثانية لحم. هاي قائمة منظمة. الطريقة الشجرية إنه ممكن يختار جبن ممكن لحم. في حال اختار جبن ممكن يختار مرة ثانية جبن ممكن لحم، في حال اختار لحم بالأولى ممكن يختار جبن ولحم. وجدول نفس الاشي تطلع زي القائمة المنظمة.
MCMC، فممكن يطلع معاه لحم الأولى والثانية لحم، ممكن الأولى لحم والثانية جبن، ممكن الأولى جبن والثانية لحم، ممكن الأولى جبن والثانية جبن. إن شاء الله نكون واضح سؤالي 5 و6. طبعا متململ هنا هي 6 حروف مضروب الستة. لاحظوا الميم تكررت 3 مرات قلنا مضروب الـ3، واللام تكررت 2 مرات مضروب الـ2، حسبنا على الحاسبة كله طلع 60. الآن يسدد صياد بندقية الهدف على الشكل المجاور مع احتمال أن يصيب المنطقة المظللة، طبعا على افتراض أنه هو راح تصيب بالدائرة، لكن شو احتمال تصيب المنطقة المظللة؟ بيساوي مساحة الدائرة المظللة على مساحة الدائرة الكلية. هذا يساوي منطقة المظللة باي ار تربيع المساحة، يعني 2 تربيع في باي على مساحة المنطقة الخارجية 5 تربيع او كلها 5 تربيع في باي. بيروح باي مع باي، بيظل فوق 2 تربيع اللي هي 4 على 5 تربيع اللي هي 25، 4 × 25 أو 16%. حل الجزء الثاني. بيقول هنا محتمال أن يكون عدد من الأرقام السبعة هذول، عندي 7 أرقام هيهم، شو احتمال أنه يطلع معي العدد زي هيك؟ طبعا هذا العدد 1 على عدد فضاء العينة. عدد فضاء العينة زي المتململ اللي قبل شوية، كم عدد هذولا؟ 1 2 3 4 5 6 7، عددهم 7 أرقام، بكتب فوق مضروب 7 على، عندي 7 تكررت 3 مرات، أكتب هنا مضروب 3، واثنين تكررت 3 مرات، أكتب هنا برضو مضروب 3، ويساوي بروح أحسبها على الآلة الحاسبة، أحسبها على الآلة الحاسبة 7 مضروب، شفتوا علامة التعجب؟ 7، شفت علامة التعجب؟ مضروب، وتحت مضروب 3 × 6 ضرب 6 = 36، يساوي يطلع 140. إذا الاحتمال هذا إنه بيطلع العدد زي هيك 1/140. السؤال العاشر، اشتركت 15 طالبة، يعني 15
في مسابقة ثلاث جوائز، مع احتمال أن تربح المتسابقات جنان وسارة وكوثر الجوائز الثلاث. طبعا هنا ما قال لي انه حنان الجائزة الاولى او الجائزة الاولى تختلف. اشتركت 15 طالبة في مسابقة ذات ثلاث جوائز، لها ثلاث جوائز، ما احتمال ان تربح المتسابقات جنان وسارة وكوثر الجوائز الثلاث. ما حدد لي اي ترتيب، فهي بتنحل على التوافيق. هم ثلاثة ذول حالة من بين 15 طالبة بدنا نأخذ منهم ثلاث نكرمهم. ما أعطاني ترتيب، لذلك أنا أخذت توافير 1/15C3. فبنروح على الآلة الحاسبة إن هنا الثلاثة ذولا، وتحت نكتب 15 بعدين شيفت تقسيم، وبنحط 3 يساوي 1/455. ليش ما أخذت تباديل؟ لأنه هذول الثلاث طالبات ما أعطاني إنه في جائزة أولى جائزة ثانية ثالثة ترتيب، فيطلع توافير. حدد إذا كانت الحادثتان الآتيتان مستقلتين أم غير مستقلتين، ثم جد الاحتمال. سحب بطاقتين حمراوين، واحدة تلو الأخرى، إذا مع الإرجاع مستقلتين. خلاص أنا رجعت، سحبت الأولى ورجعت، ما راح لما أجي أسحب الثانية ما راح يأثر على الاحتمال الثاني، فما راح يتأثر. طيب يعني يقول جد شو بده، سحب بطاقتين حمراوين، واحدة تلو الأخرى من الصندوق مع الإرجاع، مع الإرجاع مستقلات. الأولى حمراء، كم عدد الحمر؟ 5 على العدد كله، 5 و5 و5 15، مظبوط من صندوق 5 صفراء 5 حمراء 5 برتقالية 15، يعني 1/3 ضرب. يعني بدي اسحب الثانية، ما بيصير 4/14، لأنه لو أنه كان من غير إرجاع بتصير 4/14، لكن هان في إرجاع وهم مستقلات، إذا كمان 5/15، لأنه ما نقصوا شيء، لأنه السحب مع الإرجاع، وهذا بتطلع 1/3، وهي بتطلع 1/3، كلاهما يطلع 1/9. استعمل تجربة القرص استقرار المؤشر على اللون البنفسجي. شو احتمال انه بيستقر المؤشر على اللون البنفسجي؟ ايش زاوية اللون البنفسجي؟ 35. على الدائرة كاملة اللون حقها، الدائرة كاملة الزوايا حقاتها مجموعهم 360 90 باللون الأحمر كمان. استقرار المؤشر على اللون الأحمر، أنا عندي 90 على كله 360.
استقرار المؤشر على اللون غير الأصفر، انتبهوا لهاي. لون غير الأصفر، غير الأصفر، شيل الأصفر من 360 يظل 330 على 360، طبعا توسطون بالآلة الحاسبة. يقول هون حدد إذا كان الحادثتان متنافيتين أو غير متنافيتين وبرر إجابتك. يمتلك رجل سيارة وشاحنة، شو دخلهم ببعض؟ متنافيتان. ولا مشترك الرجل كسائق، هذا يعتبر سؤال علمي. رمي مكعبين مرقمين متمايزين للحصول على عددين مجموعهم 7 وظهور العدد 6 على أحد الوجهين. هنا في عندي 1 و6 ظهر 6، برضو 1 و6 مجموعهم 7، إذن هذول غير متنافيان. في عندي 1 و6 و6 و1 يظهر 6 ومجموعهم 7. سؤال 17، سحب بطاقة حمراء وزرقاء من مجموعة بطاقات مكونة فيها 3 بطاقات حمراء و13 زرقاء و13 صفراء 13 خضراء. سحب بطاقة حمراء وزرقاء طبعا ما في إشي مشترك، إذا هذول متنافيتان. هيك نكون حلينا لكم اختبار الفصل. اختبار الفصل صفحة 49، إن شاء الله تعالى بنحل لكم الاختبار المعياري وبنسوي لكم ورقة مراجعة إن شاء الله تعالى. تابعونا وخلوكم معنا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.